حتى هذه اللحظه احنا بنجمع بس، بتجمعوا بس وبنفرز، يعني احنا بنفرز المخلفات وبنعرف نصيب كل حد في التلوث قد ايه. يعني ده مؤشر هنعلنه واحنا هنا، يعني ده انفراد القناه. يعني ايه نصيب كل حد من التلوث؟ يعني نصيب كل حد في مصر، يعني نصيب كل شركه منتجه من الشركات اللي بتنتج عبوات بلاستيكيه قد او إيه؟ اكياس بلاستيكيه. ده انفراد بقوله هنا احنا. ده ازاي بقى هتعرفوا ده؟ احنا عملنا او جهزنا مؤشر اسمه مؤشر بيئتي نظيف. مؤشر بيئتي نظيف، هنتابع يا جماعه الاسم ده في الفتره اللي جايه. المؤشر ده بناء على الحملات اللي احنا بنعملها بنفرز المخلفات، وبعد ما بنفرز المخلفات بنقسمها كشركات، حلو. ونصيب كل شركه من هذا التلوث قد ايه. كل انواع الشركات، انواع الشركات، يعني مثلا شركات مثلا الميه، شركات الادويه، شركات مش عارف ايه، كل شركه نصيبها قد ايه. ثم بتحديد اسماء الشركات. بتحديد اسماء الشركات ازاي بتعرفوها دي؟ ما احنا بنطلع الازايز، معروف ازاز كل شركه مين. يا للدرجه دي تقدروا تجيب؟ احنا اوريدي احنا عملنا ده امبارح. بس ده نظام دقيق قوي يعني. عملنا ده امبارح ويعني ما حبيناش نعلن عنه، احنا قلنا هنعلن عنه في خلال شهر ان شاء الله، بحيث تبقى نفذنا، هننفذ بعد اسبوعين حمله في فانها، ودي احتمال نبقى بنبث لايف الفرز اللي احنا بنعمله. فبالتالي بتحسبوه على الصعيد القومي ولا مؤشرات من كل مؤشرات محافظه؟ مؤشرات طبقا للحملات اللي احنا بننفذها، عينات. ده كلام جميل. ان احنا في اكتر من محافظه، احنا بنغطي كل واحد بقى يعرف شيلته قد ايه، كل واحد يعرف شيلته قد ايه، وكل واحد يعرف مسؤوليته كمان قد ايه. وده ممكن يبقى يعني في الخطوه لاحقه ان شاء الله لما البرلمان يبدا يعني يشد حيله في الموضوع. بالزبط. ده انه يبقى في عقوبات. بالظبط. احنا كمان قدمنا للبرلمان مسوده للتشريعات اللي ليها علاقه بالبلاستيك. احنا جبنا القانون بتاع حجم البلاستيك في الدول الناميه زي اريتريا، زي كينيا، زي تنزانيا، زي جنوب افريقيا، زي والله في منهم اتخذ خطوات. بالزبط. اسرع منا يعني كثيرا. يعني اقدر اقول ان رواندا اكتر دوله في العالم عامله نظام في موضوع البلاستيك. حضرتك لو داخل من المطار ومعاك كيس بلاستيك هيرجعوه على الطياره بتاعتك. بالظبط. رواندا دي يا جماعه اللي كانت خارجه من حرب اهليه طحينه وظروف اقتصاديه صعبه. فاحنا جبنا القوانين اللي موجوده في الدول الافريقيه، واحدث دوله افريقيه مطبقه قرار المغرب سنه 2016 او 2017. جبنا القوانين المطبقه في الاتحاد الاوروبي ككل وفي الدول بتاعه الاتحاد الاوروبي، وجبنا قانون محدد درسناه بشكل دقيق، والقانون الفرنسي طبقا ان هو قريب جدا من القانون المصري. وجبنا القوانين اللي موجوده في امريكا اللاتينيه على هذا الموضوع، وجبنا اللي موجود في اليابان، اللي موجود في الامارات، ودرسنا كل هذه القوانين. حطينا القانون، حطينا العقوبه اللي هم حاطينها قد ايه، وطبقناها بالدستور المصري، ثم البنود اللي في قانون البيئه للعقوبات على هذا الموضوع. وباذن الله مع الانعقاد الجديد، مشروع كامل مع الانعقاد الجديد للبرلمان، احنا واخدين وعود من الساده اعضاء مجلس النواب ومن اللجنه التشريعيه ومن اللجنه الاقتصاديه ومن لجنه الطاقه والبيئه ان هيدخلوا هذا مشروع، هذا القانون للدراسه داخل المجلس، بحيث ان ممكن يصدر قانون بهذا الموضوع. لان 2021 ودي التاريخ ده هنفتكره، الامم المتحده هتطلع قرار الزامي للدول بموضوع حجم الاكياس البلاستيكيه لما يمثله من ضرر على البيئه وعلى الصحه. وكل ده بنعمله لتحقيق اهداف التنميه المستدامه اللي بنشتغل عليها، لان اي تنميه من غير حفاظ عليها مش هنقدر نعمل حاجه. بالتاكيد. فبالتالي ده 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 موضوع مهم جدا. و لا احنا بنتكلم كمان في قضيه انه خلال 50 سنه ممكن تغير شكل الحياه على الارض. يعني الناس برضو ممكن تكون مش مستوعبه ده، او شايفه برضو الموضوع رفاهيه. لا، مش رفاهيه، وبجد خلال 50 سنه ممكن شكل الحياه يتغير بسبب موضوع البلاستيك بس. بالظبط.